وقت اللي الدنيا ذاقت بيا، ما قصدت الناس، قصدت ربي وحده ما يخليني. وقت اللي الدنيا صعبت عليا والرادسة أغليت عليا، وقت اللي البطحة تعبيت بالأكباش، وقت اللي الناس الكل ربطت وقالت على كباشنا باش نحطوا التاج، أنا جيت وبادي بسم الله. أنا نتفكر روحي جيت من القروان، جابوني المغرمة من جبل رعواني. أنا جابني مكرم مولا خرافة، أنا البكوش من القروان يا ناس، أنا المعروف اللي مربوط في مربط الأخوات، أنا اللي أخذني جو أرجورتين وباعوني المربط الأخوات. أنا أول طرح ربحت البولصة عليب وكلبة والناصر بدماغ، وأنا اللي ربحت كارلوس عبد السلام الكرم بزوز دماغات. أنا لدرع كمال، أنا اللي ربحت لدرع كمال إنجليز وكباجة أربعة دماغات. أنا البكوش اللي ربحت كوبا ولاد نافوز المرسى بزوز دماغات. أنا البكوش اللي في طرح الخامس ربحت جندع عمر بسيسة بدماغ. أنا البكوش اللي ربحت البرني عمر بسيسة بثلاثة دماغات. أنا البكوش اللي ربحت بلاد مهيكل سوزة بسبعة دماغات. أنا البكوش اللي عملت سبعة دماغات بعشرين دماغ، للناس شهدت وقالت الكبشة ذاية جاية منين. قلت لهم أنا البكوش اللي مراسي يرفع عرك سنين. أنا ما ذميت حتى كبش، أنا ما ذليت حتى كبش، أنا كتقابلت مع الكباش وريتهم أنا شكون. آه يا ناس، آه يا عالم، حاجة ما تصير جديمة، حاجة جديدة في الغرام. كبش ربح سبعة فيكتوارات بعشرين دماغ، كبش لعب سبعة فيكتوارات خارج بلاده، يجيب في الكومباويت يدي بلاسي، البكوش يدي بلاسي يا ناس. ما تثبلش مشيش بالكم اللي الغرام سهل، لو كان في بالك انت تربح طرح في حومتك نقول لك البكوش يدي بلاسي لتونس يربح طرح، يدي بلاسي لسوسة يربح طرح، ستة طرح في تونس وطرح في سوسة. نصلي عني بيتربح، اش نقول اش ما شاء الله، ونقول كان حاجة واحدة. وبابا اخويا توا مجلت كي جيت، درنسيب يا بهين انت فين والحب فين، جيت ندق الباب ونسمع الجواب. وقبل ما نبدا نحكي على التاريخ وعلى الحباب، نقول كان حاجه بركه، نقول خويا تحيه لعليب وكلبه مولا البولس، وتحيه لكارلوس على ذمه عبد السلام الكرم، وتحيه لكمان الانجليزي مولا لدرع، ونزيدها تحيه المولى كوبا المرسى. وما فيها باس كان نقولوا يا عمر راك مغروم، ونقولوا يا هيكل يعطيك الصحه، مغرمة ربحناهم ومغرمة متسمية، ما تلوموش عليا كي ربحتهم بدماغات قليلة، الله غالب هذاك اش عندي. بالحق يا ناس نحبوا نحكوا غرام، تو انا تو باش نحكي غرام، باش نحكي على كبش اسمه البكوش، مصلي عني بيتربح. الكبش هذي كبش الناس الكل، كبش تونس الكل، البكوش كبش تونس الكل، كبش القروين، كبش مربط الاخوات، اي انسان يتبع في البكوش من 24 ولايه عباره متاعو. انا الاول مره في حياتي باش نعمل فيديو عباره نحكي على كبشي، خاطر ماليه رجال تربيه واخلاق تبقى في البال، سواء في الغربة ربي يرجعهم على خير، سواء رجال القروين، سواء علي، سواء أي إنسان، ما نطولوش وما نقصروش. إن واحد من الناس يقولولي يا بابا أخويا كيفاش كبش في كل عامل سبعة كومباويت عامل فيهم عشرين دماغ، لهني تجي الخبيثة متاع العرك. ياخي انا كي نحكي على كبش في بالك نحكي على كبش من فراغ، في بالك دز الباب وادخل لازم دراسه. انا كي نلقى البكوش عامل اطراحه الكل يربح بدماغ يربح بزوز، لهنية تعرف اللي الكبش عنده الكاو، لهنية تعرف اللي الكبش عنده الكاو. فما كبيش نتفرجوا فيهم يعمل 500 دماغ ويخسر خاطر ما عندوش الفينيش. تعرف شنو معناها الكاو؟ الفرق بين الدماغ العادي والدماغ الكاو هو انه دماغ يوجع ودماغ ما يوجعش، هذا الفرق الكل. ينجم كبش يعمل لك 50 دماغ ويخسر، يعمل 50 دماغ وما يوجعش، يجيك البكوش يعمل لك اربع دماغات يوجعك. لهنا الفرق بالدماغات، فما كبيش تفرق في الدماغات تعطي ما على بالهاش، فما كبيش الدماغ بحسابه،
فمك بيش الدماغ بحسيبه كيما البكوش خوي ما يخرج دماغ من راسه كان ما يحضر روحه بيان معناها دماغ بسم الله ما شاء الله خذيرة مدفع صلي عني بيت تربح ولهنيه تجي الرادسه البنينه لكباش اللي كيما هكا راهي ما عادش منها راهو لكباش اللي كيما هكا راهي ما عادش منها راهو انا كي نقول لك البكوش اكثر كبش يفكرني بالبكوش يفكرني الدقديك اكثر كبش يفكرني بالبكوش يفكرني الدقديك الدقديك كيما البكوش بالضبط يربح بربعة خمسة ستة دماغات وفي عام ماك شفته عمل 12 دماغ كيف كيف هذه معناها سبعة فيكتوارات في أقل من عام ويديبلاسي الكبش ما يخافش على خاطر يعرف وين يحط يعرف كيفاش يحط راسه يعرف كيفاش يحط الدماغ ما يفذلكش ما هو جاي باش يفرج الناس جاي باش يربح ويروح الكبش هذيك إنسان كبش تخلق للربح شفناه تفرجنا عليه عمل سبعة فيكتوارات بالحق واحد من الناس كبش كيما ذي يستاهل يلعب على بطولة تونس كي نحكوا على بطولة تونس في صنف الغربي نعرفوا اللي بطل تونس في صنف الغربي هما برشا أبطال في صنف الغربي أما نقولوا القباز اليوم تشكلوا مع الترواسون ربي سهل وعدنا الفلسطيني في ثنية أخرى جملة على خاطره ما يتقبلش في الطايات عدنا غربي طاي خشين وغربي طاي ذريف جون البكوش البكوش كربح باللادم لول مالمو يتشكل بعدها مع العيرود هيكل سوسة الله غالب ما وجدش الظروف وانا حسب ما سمعت اللي وقت اللي تسيب باللادم وتسيب البكوش هيكل سوسة قالها كان يربحني في باللادم نرجع له ريفونش بالعيرود تفهمت المغرمة هكا والكلمة خرجت من فم هيكل بعد يهبط فيش انه هو الشكل مع كبش اخر لا علينا فيه الكبش الاخر لو كبش بريمة وما ليه رجال اما جيت صار سوء تفهم على خاطر هيكل قال انا راني يا ناس راني انا كان يربحني في بلادهم انا اخويا باش نسيب له العروض هذا اش قال الله اعلم شنية صار شنية الخلالي ما يشكلش العروض مع البكوش ويتشكل العروض مع كبش اخر سامحوني نسيت اسمه هذه حاجة اخوي تخص المغرمة ما تدخلنيش انا كبير شيري كبيشها بالملايين تحب الشيخ امينة من حقي نحب نفهم كما هو يحب الشيخ انا نحب نفهم انا واحد من الناس كي نسمع العروض عامل 8 فيكتوارات اقرب منافس للعروض شكون البكوش عامل 7 فيكتوارات ما فيها حتى مشكل وان شاء الله ربي سهل وان شاء الله ربي تتقابل لك باش في الخير ميسالش ان شاء الله يتقابلوا في الخير كي نقولش لك باش تقابل في الخير مش تقابلوا في بطحه ليه تتقابل امالي لك باش ويعملوا قهوه ويعملوا لمه على خاطر مثل الدنيا هذه الكل ما هي دايما لحد ورحمة بابا لا هي دايما لحد لا هي دايما ليانا لا هي دايما ليك انتي لا هي دايما البكوش لا هي دايما حتى انسان الدنيا الكل ماخذة في الخاطر المشكلة وين لازم يكون قلبك نظيف ولسانك صوانك وربي يبقى الستر خويا الغالي غرامنا صعيب برشا انا توا في الغربي بسم الله ما شاء الله وفي الفرناني بسم الله ما شاء الله البكوش غني عن التعريف من حقه اني نعمل عليه فيديو من حقي اني نحكي عليه كبش يستاهل كبش مانيش عمل عليه مزيك عملت عليه فيديو كبش بريمة برشا وبرشا كبش بريمة باش نعملوا عليها فيديوهات ونعود لكم حكاية انه يربح دماغ يربح 7 فيكتوارات ب20 دماغ لهنا الصدمة انه تربح 7 فيكتوارات ب20 دماغ نقول لك على راسي ياسر شابو نزيد نسمع اللي انت رابح 7 فيكتوارات خارج منطقتك معناها كبش يديبلاسي في كار ويديبلاسي في نقل جماعي ويديبلاسي في كرهبة ويتخذ الكبش ويمشي قديش من كيلومتر 50 و100 كيلومتر باش يوصل لتونس يسيب ويربح باش تعرف لهنيه اللي البريمة صعيبة راي البريمة صعيبة عايش خويا كبش يخرج من القروان يجي لتونس مخفوض وكربة تخض وكبش مرورش ويربح ويروح وبربعة وثلاثة دماغات عيني ليك بالحق حاجة للتاريخ ميسيرش قيد يا تاريخ في 2021 جا كبش اسمه البكوش ربح 7 فيكتوارات ب20 دماغ ومربح وملعب حتى كومبا في حومته وملعب حتى كومبا في بلاده وملعب حتى كومبا بين ناس وماليه اي الشيخة اي الغرام اي الفرجة اي المتعة كي تلقى كبش كي مكيه وقتها تتصدم خويا الغالي قاعدين نخدمه قاعدين نعطوا ملعظم ربي يعلم بي لي انا عربي ومسلم مانيشي اصم خويا الغالي
بابا اخويا الزين، كل انسان يكتب لنا كومنتير يقولنا شنو رايه في البكوش، شنو رايك في البكوش، سواء من قروين سواء من سوسه، وربي يهدي نفوس الكل، نحب الناس الكل والله، ربي يخلي كل انسان ويعلي مقداركم من الناس الكل. فرحان بالميساجات اللي قاعدين يوصلوا لي من عندكم، ما عندي ما نقولكم كان نحبكم، وبرشا خدمه في الثنيه باذن الله، باذن الله برشا خدمه في الثنيه. ابوني فو صلي عني بيتربح.